سلام حبوبتي الغالية، تشخباركم؟ هانيين مهنيين. اليوم درت لكم فيديو من الخدمة ديالي، غندير لكم اشنو غندير لهم الغدا اليوم. شي حاجة بسيطة جدا، لا ما تبقاو تعدوا وتمحنوا، جيب هنا دير الزيت دير الملح دير الخرقوم، سالة جلبانة بالبيض اسهل ما يكون، راكم عارفين. اليوم غادي بغاو ياكلوا هاد الوجبة هادي، جلبانة هذه اللي كتكون طيبة، هذه اللي كتكون معلبة. بغيت نقول لكم زعما غير واحد بصيلة شحرتها مع التومة، راكم عارفين الملح والبزار البنات، هما الملح والبزار داكشي ريجيم، داكشي ديال مالي الريجيم. المهم صافي، مني تشحرات ليا البصيلة شوية عاد رميت عليها هذاك الحك ديال الجلبانة وصافي، وكنخليها شوية تنشف منها هاد الماء واحد شوية، وتا كيبغيو يتغداو عاد كنفقس فوق منها واحد البيض، كنفقسو من فوق منها. تا كيبغيو يتغداو ما كيبغوش البيض دابا طيب كيبقى كارم، كيبغيو هما حتى الساعه د الغدا عاد كيبغيو البيض يكون فوق منها يعني. صافي دابا درت جلبانه كتبت لكم هنايا، درت هذه طوماطي فريتو كنصايبها هنايا، كتجيب ليا الحك، راني وريتها لكم مرارا وتكرارا. هذه كنصايبها حتى في الدار ديالي، كتسهل عليا. بغيتي ديري بها ديريها في البيتزا، ديريها في سباغيتي، فاش ما بغيتي. البصله والثومه اللي بغات راه دوز الفيديوهات السابقين راني دايراها معاكم، كتجي سهله وكتبقى ضروري كنديرها ليها. ملي كتسالي كنديرو عاوتاني غير البصله والثومه صافي، وكنرمي داك الحك معلب حتى هو. ولا بغيتو ديرو كيف كنقول لكم دائما، مطيشه تكون طايبه بزاف تكون مهريه، وكديري واحد البصيله والثومه والربيع والملح والبزار، وكترمي ديك المطيشه وتخليها هكا كتشحر مع الزيت وصافي، وكطحنيها وكديريها فاش ما بغيتي. هذا البريمير بلاطو كيف كنقولوا. ايوا هنايا هذه الفلفله هي كتحمقني، راه وريتها لكم بزاف، كاينه في ميركادونا فيما مشيتو. هذه طايبه كندير لها كيرافقوها دابا، هذه كترافق مع الحوت، كندير لها هذه غير الثوم حتى هي وريتها لكم غير باش نقول لكم شنو غندير اليوم وصافي. المهم انا هذه راه وريتها لكم، كندير غير الثوم وزيت العود وشويه ديال السكر وشويه الملح وصافي، حيت هي اصلا طيبه كنشحرها وصافي. وهذا السردين غادي نديرو في لا حتى هو فايت اللي درتو معاكم، انا كيبدل لكم درت معاكم الروتين ديال اليوم شنو غنديرو صافي. هذا السردين غنديرو في البيض والدقيق، كيجي رائع حتى هو، كيجي لذيذ. وخليكم معايا دابا بديت بالغدا هو الاول، عاد غنمشي نغسل الحمام. هانتوما البنات طابت المطيشه، هي دغيا كطيب صافي، غير كتعسل شويه صافي غادي نطحنها. دابا غادي اقوم بطحنها، ودابا طحنتها كيف كتشوفوا، وكنبقى نستعملها في اي حاجه بغينا نطيبوها، شي حاجه اللي غتصلح فيها صلصه الطوماطي كنديروها، غنديرها في قرعه دابا ونديرها في الثلاجه. وهنا خواتاتي درت زيت الزيتون والثوم، غادي ندير مليحه وشويه ديال البزار، وغادي نشحر هاد الثومه هادي، ومن بعد غادي نرمي عليها الفلفله كيف قلت لكم. جربوها هادي ردوا عليا الخبر، كتجي لذيذه. ما بغيتوش تشريو هادشي هكا معلب، بص غتشدي الفلفله غديري هاد الفر، ديريها في الفران، ديري على واحد تشرادات ديال الزيت هكا نقيطات، وغادي تدخليها الفران وغادي تشوى، غتحيدي لها الجليده ياك. قبلوا عليا عفا خواتاتي في هادشي اللي كنقول لكم، وهادشي اللي كندير وهاد الروتين هذا، قبلوا على ما وجد، الله يرضي عليكم برضات ميمتكم. المهم غادا تشديها وتقشري ديك الفليفله، وغادا تشحريها في واحد شويه ديال الزيت، شويه شويه صافي. غتكوني محيده لها القشره صافي، وكديري لها الطريقه اللي درت انا لهادي، انت غديريها الفلفله يعني طريه كيف نقولوا صافي. دابا غتشحر ليا الثومه شويه، وغادي نرمي عليها هادي باش تاخذ لينا داك المذاق ديال الثومه ياك. ايوا غادي نكمل، بلاتي طاحت ليا هادي خصني نحيدها، ما بغاتش تطيح ابي بيرا اورا صافي، حتى حاجه ما تضيع. هذاك شويه غنحيدو، زدت عليها كيف قلت لكم معلقه ديال السكر صغيره صافي، كنخليها بشويه بحال كتعسل شويه،
وصافي وكنطفي عليها حتى هي اصلا طيبه ما تخليوهاش بزاف غير واحد شويه صافي وكنطفيو عليها البوطه. وهنا احتفظت بالطماطم. دابا غادي نمشي نغسل البانيو ومن بعد غادي نصلح وهانتوما معايا في روتيني في عملي روتيني في عملي. ايوا دابا يا البنات غادي نغسل الحمام. كندير هاد الفيناغري الخل الخل ابيض هذا فيما مشيتو غتلقاوه دابا كاين في كل شيء كاين في ميركادونا كاين في الكامبو كاين هذا زوين للبكتيرياس وكيخلي هذا كيبري زوين بزاف هذا تخدموا به يصلح للدجاج لكل شيء وجافيل بطبيعه الحال وهذا هذا انتيكال هذيك كيف نقولوا لها هذاك الشهوبيه اللي كتبقى في الزليج اللي كتبقى في الروبينيات فهمتوا هذا كترشيه مثلا هكذا هكذا عطيتكم على سبيل المثال كتخليه بضع دقائق دابا اللغه العربيه تخدم بضع دقائق وبعدين كتمشي تجيبي واحد البيضه اللي هي هذه انا كنخدم بهذه كنمسح هكا بداك البرودوي اللي درت وكنشلل بهاد هذا وكنمسح بحال هكا كيعاوني باش كنشلل بهذا نتوما شوفوا الطريقه ديالكم كل واحد والطريقه ديالو. وهذا البنات كنديروا للدجاج سارد وكنديروا للدجاج هذه الطريقه اللي كنخدم بها. ودابا غادي نبدا في العمل ديالي وصافي يلاه خليوني نخدم دابا ومن بعد غادي نرجع معكم خليكم معايا. اوف سخفت البنات والله الا سخفت. يلا ساليت البانيو دوزت الموبال الدار كامله. دابا عندي غير هاد جوج كسيوات هادو هاد الطرابوس غادي نصلحهم وصافي ندوز عليهم شويه البلانشا وصافي وباقي شويه يتغداو والله يجعل البركه. هذا ماشي السردين انا قلت لكم السردين هذا بوكرونيس غسلته درت ليه الحامض والملح. دابا غادي نمشي نوجد ليهم الطبله ودابا كنوجد ليهم الطبله كيف كتشوفوا حتى الطبيسلات والسرابت المهم مسائل غادي موالو غيتغداو. كيف وريتكم هذاك البوكورونيس ودابا جلبانه هما كيبغاو هذاك البيض كيبغاو هكا كيبغاو يبقى خضر شويه. انا دابا هذا التبصيل ديالي ولكن غنديرو في الميكرون تيتجمع ما كيعجبنيش خضر عاوتاني. ايوا غادي نتغدى دابا. ايوا حبوباتي خرجت من الخدمه غادي نمشي دابا لواحد السويعات واخا ما عنديش جهد ليهم ما عندي لا العظام لا المفاصل اختكم مطحطحه مدقدقه شوفوا ديال البيسين كل وقت ووقتها شفتوا مره عامر مره خاوي ديال ايام هذا هو الوقت احنا في الصيف احنا في البرد احنا الله يرزق على الصحه والسلام خاويه الدنيا مولفه عامر شوفوا خاويه. ايوا هادشي اللي كاين البنات هذه هي الحياه الدنيا. غادي نمشيو نخدموا على وليداتنا واحد السويعات وهانتوما معايا بقاو معايا تنمشي للخدمه ونحل الباب نوريكم كيفاش كيتحل الباب بالساروت بحال واحد الفيديو بحال واحد الفيديو عرفتي ولا هو كيتسطا والله العظيم وطالعه وبخير واللي كيمشي مشكل كيبقى فيا الحال والله العظيم ومسكين اللي محن وكيعطي من قلبه والله العظيم مشاهده مهوده الى الارض. واحد اش كيدير لهم دار لهم باريزيانه وا كيتسطا باينه كيتسطا قال لهم غادي نوريكم غنوريكم كيفاش تحلوا الباريزيانه شويه فيديو لاخر دار فيديو واحد اخر قال لهم غنوريكم كيفاش ديروا الفرماجه في الباريزيانه. او ما نقولش لكم مشاهده والله العظيم ايوا جلسي جلسي ام زكريا تجري وتجاري وليدي ايوا هذه هي كلشي مزيان بغيت نضحك معكم شويه وصافي يلا خليكم معايا غنمشي نطلع للطوبيس غنتزتع شويه سخفت صافي انا باغا نتخوبيل انا باغا نشد لانتريت الله يجعل البركه عييت. وهنا عزيزاتي جيت للدار الثانيه لقيت
هذه اول مره كنجي ليها من شهر 7 ما جيت صراحه، ما لقيتهاش مغبره، ما لقيتش زعما الناس منظمين راسهم. غادي ندير سبيرادور شويه صافي. درت صبين، درت لافادورا كتصبن، وعندي هاد القويم جات صافي، غادي نصلحهم اربعه. وهذاك الشيء اللي تما سريولات صافي، هادشي اللي كاين. والماعن غنديرهم في الطباخيه، وهذه هي نحيد هادو نقيين، وغادي ندير هاد صافي. هادشي اللي لقيت دابا غادي نمشي نحيد الصبانه، نتوما ما كاينش ما شويه ديال الغبره وصافي، ما كاينش الغبره بزاف. غنحيد هاد الصبانه اللي تحت باش نصبنهم وصافي. هذه هي البنات، هانتوما معايا. ايوا البنات، خرجت من الخدمه وجيت للمحل عند امينه نيوي شوب باش نوريكم. غنوريكم غير شي حاجه، تندير لكم فيديو خاص، غنوريكم شي حاجه ديال بلاكيور، شي حاجه واعره، شي حاجه رائعه البنات. الا بغيتوا ديك الساعه باش تجيو اللي عجبتها شي حاجه تجي مرحبا بها. راه جابت البلدي، غادي ان شاء الله نصوروهم، غيلبسوهم العريضات وغادي نصورهم باش ندير لكم فيديو خاص. دابا غنوريكم غير شي شكيلات في البلاكيور، مازال كاين الجديد، خليكم معايا. دابا غنصور لكم بلاكيور. انتما البنات غادي نصور لكم بالحاجه بالحاجه، نظيمات اللي بغيتوها كاينه. جابت داكشي واعر الصراحه، المارياج فنين. انا غنجبد لكم باش نقرب لكم داكشي. هادو البنات اخر ما كاين، تحلفي عليهم تقولي ذهب، كيجيو فنين في اليد. هادو غزالين، كيجيو بحال السميطه وفيها هاد العيبه هادي هاكا. نتمنى يبان لكم، كيجاني مضبب هادشي. هانتوما كاين الاحمر الخضر، وهادو تا هما. هانتوما هادو ديال الفروج السنسله، هادو عليهم الطلب، عرفتي كيطيروا، كنجيبهم كيطيروا هاد الكوليه بحال هكا. هادو فنين تا هما. هانتوما هادو البنات، هادو كبار شويه وهادو صغار، كيجيو ملحين بهذا الشكل، كتجي السنسله والخريصات ديال الودنين والخاتم، وهذيك السنسله غورميطه ديال اليد. هذه غورميطه ديال اليد والسلسله والطوانق والخاتم، شفتوا هادو السطوانه البنات. هذا راه طويل غير مدوبله، هادو حتى هما دارجين على الموضه، وراه طويل كيتلبس، هو طويل غير هي مدوبله، فيه بزاف ديال الشكيلات، ماشي غير داك الشكل غير، ما نقدرش نلبس كلشي. انتما هادي كل السنسله الرقاق مدوبله خفاف، هادي راه السنسله كلها غير مدوبلاها. شوفي لي هادو من بعد ان شاء الله ودير لهم كلشي. انا ضروري غندير لهم فيديو مقاد دابا غير مع سميتو، كملت لكم الروتين ديالي في الخدمه وكملت لكم هادشي. انتما هادي ديال العريسات، غادي تكون شي حاجه للكرا اللي بغات تكري، بحال شي وحده عندها الخطوبه ولا شي حاجه بغات تكري بحال هاد لي زاكسيسوار، تجي بالتاج بالطوينكات بهاد الكولي هكا. والبيع والكرا غتجيب شي حاجه البلدي، ما نقولش لكم شي حاجه روعه. شوفوا لي البراسلي هذا فنين، هاد ستيل، هذا اخر ما كاين حتى هما. هادو وكاين هادو، هادو كاملين جداد، وهذا الشكل كاين، هادو كاين، هادو وكاين هادو. واللي بغات شي حاجه مرحبا. ايوا البنات هادشي اللي كاين، وقيلا غادي مازال غير ما جبتش كلشي. مازال كاين شكيلات اخرين، انا صورت لكم دابا غير هادشي، وان شاء الله انتظرونا في فيديو ان شاء الله في البلدي، وداكشي اللي دخل هاد جديد ان شاء الله باش تشوفوها نتوما. هادو المرياج، هادو عاد جبتيهم، هادو فنين، هاد المرياج غزالين، داكشي دابا كنست في كل نهار كنست في شي، وضروري بشويه بشويه زوينين هادو ديال المرياج غزالين. و
هو هذا البنات، يلا خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.